يستعيد الأمانة العامة في شخصي الأمانة العامة النقابة المستقلة للصحفيين المغاربة في شخصي الأخوين عبد الربيع فارد قربال الأمين العام للنقابة المستقلة للصحفيين المغاربة وبصحبة نائبه وأمين المال محمد سمران في زيارة تفقدية لمجموعة أمل الصحفية التي تدير جريدة أصوات عقب اشتغالها في مقر جديد بمدينة سلا. وإن دلت هذه المناسبة على شيء فإنما تدل على الاهتمام ديال النقابة بالمقاولات الصحفية التابعة لها أو المنخرطة في إطارها، وذلك لدعم الإخوة العاملين في المؤسسة من جهة وتعريفهم بالجديد في العمل النقابي الذي تقوده الأمانة العامة سواء على الصعيد الوطني أو على الصعيد الجهوي. وتبين لنا من خلال هذه الزيارة أن الإخوة في مجموعة الأمل الصحفية وجريدة الأصوات يستحقون كل التنويه والتقدير على المجهود الذي بذل في توفير هذا المقر حتى تكون لجريدة الأصوات إدارة للتعريف بنشاطها المهني الصحفي سواء كجريدة ورقية أو إلكترونية، سواء كانت من الناحية الوطنية أو الدولية. ونعتقد نحن في النقابة المستقلة أن مجموعة أمل الصحفية بهذا المقر قد وضعت رجلها على الطريق الصحيح، ونتمنى للإخوة العاملين فيها المزيد من التوفيق والنجاح مهامهم الصحفية. لا تفوتني كمسؤول في النقابة وكنقابي في النقابة المستقلة الصحفي المغربة أن أذكر الرأي العام ومن خلاله العاملين في هذه المؤسسة وفي غيرها من المقاولات بمواقف نقابتهم التي بدأت تجني ثمارها رغم الحيف ورغم الحصار الذي كان مضروبا عليها من خصومها سواء بالنسبة لشركائنا في العمل النقابي كنقابات وفيدراليات وجمعيات أو بالنسبة لخصومها على المستوى السياسي والمهني. وفي هذا الإطار أذكر على أن مواقف النقابة التي تبين للرأي العام اليوم من خلال المهزلة ديال فشل عملية انتخاب هذاك المجلس الوطني للصحافة الذي كنا نعتقد على أن الوزارة ستسهر، ماشي الوزارة كوزارة ولكن أن المنظومة القانونية التي طبقت من أجل تكوين هذه المؤسسة ستكون فعلا وسيلة لانتخاب مجلس وطني قادر على الدفاع على حقوق الصحفيين وعلى تنظيم المهنة وعلى توفير تكوين مستمر للصحفيين. لحسن الحظ أن الرأي العام اليوم يعرف أننا خضنا معركة شرسة من أجل تعريف مواقفنا المسؤولة من القوانين الثلاثة المتعلقة بمدونة النشر والمتعلقة بالصحفي المهني والمتعلقة أيضا بالمجلس الوطني. وأكدنا ذلك من خلال لقاءاتنا المسؤولة مع وزير الاتصال الجديد الذي لا يسعنا إلى أن ننوه بمواقفه المسؤولة في الإنصات والتواصل مع جميع الفعاليات النقابية والتعاون معها لحل المشاكل التي لم يستطع وزير الاتصال السابق الذي سيأتي الوقت المناسب لنتحدث عن أخطائه وعن التجاوزات التي وقعت في فترة ولايته على وزارة الاتصال. قلت على أن وزير الاتصال الجديد
الذي نكن له كل الاحترام، اولا لخلفيته الجامعيه، وثانيا لاستعداده لفتح صفحه جديده مع العاملين في المشهد الصحفي سواء المرئي او المكتوب او الالكتروني، من اجل كما يقول وكما نؤكد نحن جميعا على ان يكون للمغرب اعلام وطني مستقل وحر وقادر على القيام بالادوار دياله الاساسيه الاخباريه والتنويريه والنقديه. وكما قال جلاله الملك في ذكرى تاسيس هذه الجائزه الوطنيه للصحافه على انه يريد فعلا من الاعلام المغربي ان يكون قادرا على ممارسه دوره الاخباري والرقابي. وفي هذا الاطار تؤكد النقابه المستقله الصحفيين المغاربه لكافه الفاعلين ولكافه المحبين للمهنيين على انها اختارت الطريق الصحيح من اجل تنقيه المشهد الصحفي من لا يستحق حمل هذا الاسم، وكذلك للدفاع عن المصالح اليوميه والحيويه للصحفيين المتعلقه بحقوقهم الاقتصاديه والاجتماعيه، وعلى اخص حقوقهم المتعلقه بالدعم والاعتراف بمقاولتهم الصحفيه وفتح المجال لهم من اجل النهوض بهذه المهام وازاله جميع العراقيل، ومن بينها العرقلة التي لا يزال الصحفيين يواجهونها المتعلقه بتطبيق لا اقول العقابي ولكن تطبيق الغير المقبول ديال مدونه النشر على المقاولات الصحفيه في اطار ما يسمى بالملائمه، مع ان الظاهر ديال 58 واضح وصريح وسهل ومرين ويعتبر ثوره حقيقيه بالنسبه للمغاربه في المجال ديال الحريات العامه. ونفتخر كنقابه بهذاك الظاهر الذي صنف المغرب من بين الدول الاولى في العالم المعترفه بالاعلان العالمي لحقوق الانسان والمعترفه كذلك بحريه الراي، وكما ايضا اكدته مبادئ المنظمه العالميه المتعلقه باليونسكو خاصه في المبادئ الثلاثه الحريه والاستقلاليه والتعدديه. وبهذه المناسبه نذكر كافه المتدخلين على اننا هذه السنه ان شاء الله سنخصصها للنضال من اجل ازاله هذاك الغبن المتعلق بما يسمى بالبطاقه المهنيه الصحفيه التي نعتبرها نحن بطاقه غير صالحه لكي تعرف بالصحفي المهني. لماذا؟ لان الصحفي المهني المستقل هو موظف داخل المقاولة الصحفية التي يأخذ منها أجرته الشهرية وليس موظفا تابعا لهذه اللجنة المتعلقة التي تعطي هذه البطاقة في وزارة الاتصال. ونحن لسنا ضد البطاقة ديال الوزارة، بل بالعكس نحن نعتبرها بطاقة خدمات يجب أن تقدمها الوزارة لجميع الصحفيين سواء تابعين للدولة أو تابعين للمقاولات على اختلافها، حتى يقوموا بواجبهم المرتبط بالحصول على المعلومة، بالحق في التنقل، بالحق في الإقامة، كذلك ضمان حمايتهم الأمنية والحقوقية. ولذلك نقول في نهاية هذا اللقاء على أن النقابة المستقلة التي ولدت هذه 20 سنة لكي تحقق لا أقول كل المطالب ديال القوة العاملة في المشهد الصحفي على اختلاف أجناسه، ولكن من أجل أن يكون للمغرب فعلا رأي عام وطني مستقل وقادر على القيام بمهامه في التنوير ديال المواطنين وفي الدفاع على حقوقهم وفي مناقشة القضايا ديالهم. وختاما أؤكد للإخوة في مجموعة أنا الصحفية أن يد النقابة اللي هم جزء منها ممدودة لكل الأيادي ولكل الإرادات القادرة على القيام ومشاركتها في الدفاع على مصالح المهنيين وعلى حرمة الإعلام واستقلاليته وحريته. وشكرا.